السلام عليكم ومرحبا بكم، جيسبر تكونوا كامل بيان حبيباتي. اليوم جبت لكم فيديو سهل وبسيط، على بالي عندي بزاف ما طليتش عليكم، توحشتوني وعجبوني بزاف لي ميساج ديالكم اللي كنتو تبعثوهم، فرحتوني شجعتوني اني نعاود نولي لكم، وان شاء الله هذه المره نرجعوا في الخير والهنا. دونك اليوم جبت لكم قطو سهل اقتصادي، يقطع لك كميه كبيره، يعجب الزبائن تاعي. اليوم حبيت نشاركه معاكم لربما تجربوه انتم مثلا ويعجبكم كما يعجب ليك اليوم. دونك اول حاجه واش راح نديرو، نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، ناخذ ريسيبيون اللي راح نخلطوا فيها. اللي عندها بيتخان تقدر تستعملو، واللي حبت الباتور واللي تخدم بيدها كما انايا، كل واحده على حساب الامكانيات وعلى حساب واش تحب. درت انا باكي زبده، درت عليه كاس سكر غلاس. باكي زبده تاعي 250 غرام كما عودتكم، انا حاب نستعمل فلوريال وانتم كل واحده تخدم الزبده اللي تحب تستعملها. دونك بعد ما خلطت الزبده والسكر مليح، رجعوا لي كريمي، زدت عليهم البيض. البيض ما نديروهش على دفعه، نديرو حبه بحبه، وكل مره نضيفوا الزيت بيناتهم. دونك انايا درت الحبه الاولى تاع البيض، زدت عليها الحبه الثانيه، بيناتهم راح ندير عندي حوالي نص كاس تاع الزيت، نقسموه على دفعتين، ما نديروش دفعه واحده. علاه؟ لانه كل مره نقولها لكم ونزيد نعاودها لكم اليوم، لربما كاين بنات انضموا لينا جدد للقناه، نقول لكم ما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، راح يوصلكم كل جديد. نعاودوا نرجعوا للسوجي تاعنا، قلت لكم علاش نديروا الزيت بين البيض، لانه راح تعاود تخرج لو ديريها على دفعه واحده. كاين بنات تكون تخدم تقول لك الزيت عاود خرجت لي من لاباط، هذاك لانك ما خلطتيهاش مليح. على هذه انا ينفوت ندير حبه تاع البيض، من بعد الزيت نخلط كل وحده مليح حتى تدخل، باش نزيد كميه الزيت الاخرى. ان شاء الله تكون واضحه الامور هنايا. نرجعوا للخدمه تاعنا. دونك كيما راكم تشوفوا راني درت ثلاثه حبات بيض، بيناتهم الكاس نص كاس تاع الزيت قسمته على دفعتين وخلطته. شوفوا كيفاش يرجع القوام تاع لاباط تاعنا، ترجع لكم بيضه والطريه، واللي نكونوا في الشتاء على بالنا بلي راح تجي شويه صعيبه في الفتيح نتاعها تاع الزبده باش تذوب، قولكم ما تحطوهاش في الفريجيدار، تجبدوها من قبل باش تسهل عليكم العمليه. دونك هنا واش درت، درت كاس تاع لا مايزينا نشاء الذره، وضفت عليه نديرو حوالي كاس تاع القفريط، تكوني رحيتيه مكسر رقيق مع القطايف، تكوني حمصتيهم ورحيتيهم، ما ديريش القطايف خضوره، واللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليهم، تكتفي غير بالقفريط، واللي ما تحبش القفريط تقدري تعوضيه لانوا كوكو ولا الكاوكاو، تكوني حمصتي رحيتي اللي حبت اللوز، كل وحده واللي عندك في الدار المقدور اللي كاين. من بعد نبداو نضيفوا الفارينه تدريجيا حتى تنطمنا لاباط، كل وحده والفارينه تاعها، ما ديريش على دفعه، لانه كاين فارينه اللي ما تشربش وكاين فارينه اللي تشرب لك. في حاله ما اذا يبست لك لاباط غلباتك الفارينه، ما عليك غير تزيدي لها شويه تاع الزيت ولا صفر حبه بيض. انا ضد انه تزيدي لها الزبده، لانه راح توسلك تبقى لك محببه، ما راحش تدخل لك داخل لاباط. دونك هاليك القوام تاعنا تاع لاباط، شوفوا كيفاش طري في نفس الوقت ما تلصقش في يدك، لانه لو كانت تلصق في اليد راح تهبط لك في الكوشه، على هذيك ردي بالك. كيما كل مره قلت لكم شدوا نيلون كبير نفتحوا عليه لاباط تاعنا، باش يجينا الوجه تاعها ممسوح وفي نفس الوقت يجيك متساوي السطح. ناخذوا اي طابع عندنا، دونك انا استعملت هذا الطابع تاع الهليلات، تقدروا تستعملوا مربع مدور، تقدروا حتى توزنوها 30 35 غرام ديروها على شكل هليلات ولا على شكل اصاور، تقدري اي طابع عندك تستعمليه، يعني ما راكمش مجبرين انكم تلتزموا بالطابع اللي التزمت به انايا. دونك انا بهذا الطابع قطعت لي كميه كبيره، فاتت 43 حبه، يعني راح تكوني مهنيه من ناحيه الكونتيتي. تطبعي وتحاولي انك ما تخليش لي سباس بزاف بين الحبه والحبه، وما تسعفوه لانه كاين طابع اللي راح يتكسر لكم الحبات، على هذيك ديروه في الفرينه عفوا قبل ما تطبعي. والنيلو اكيد راح يعاونك ترفدي الحبات تاعك وتدخليهم للكوشه يطيبوا لك. في جهه واحده اخرى بمن راح نعطيكم الطرق، بمن خدمت انايا لصقت الكاطو تاعي، عندي طريقتين استعملتهم، كاين اللي لصقتهم بالمعجون وكاين اللي بهذه لا كريم او بيغ. واش درت هنا، تاخذي مثلا نص نفس الكيله تاع الزبده هي سكر غلاس،
باغ اكزومبل 250 غرام زبده، تاخذي عليها 250 غرام سكر غلاس، تخلطيهم تري بيان بالباتور، من بعد تضيفي عليهم حوالي 100 غرام ولا شويه زياده عليها تاع حلوه الترك، وتزيدي عليها مغرفه نسلي كبيره معمره، واللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليها تضيف حلوه الترك في بلاصتها. تخلطيهم مليح حتى ترجع لك القوام اللي راكم تلاحظوا فيه، من بعد تاخذي الحبه تاع الكاطو تاعك وتلصقيهم عادي باش تعطيك البنه هذيك اللي رانا نحوسوا عليها. واللي حبت تلصقهم بلا موس تاع الجوزيه ولا تلصقيهم بالمعجون، تلصقيهم باي كريمه واحده اخرى، انت حره. دونك انا هنايا درنا لهم شوكولا بلون، وانتم اللي حبت تدير شوكولا مارو تقدر تستعملها. تفوتي تكلاصيهم، ديري النيلون من تحت. نعطيكم هذه نصيحه واحده اخرى، النيلون راح يعاونكم انه تنشف شوكولا وتنحوها بلا ما تكسر لكم الحبه، عكس انكم لو كان ديروها في الكرياج. انا زينتهم بالورد الجوري كما راكم تشوفوا، وانتي تقدري تزينيها باي حاجه عندك، الديكور يرجع لكم. على بالي بكم فنانات وراح تتهلاو في الديكور. دونك هاليكم الكاطو تاعي الشكل النهائي تاعو، وكاين واحد اخرين اللي كيما شفتوهم في بدايه الفيديو لصقناهم رمت بالمعجون، دهنا الطرف تاعهم وتدهنيها من الفوق وترمديها في الكوفريت. تحبي تزيدي لها زيكزاك شوكولا ولا ديريها سامبل هكاك. وكيما راكم تشوفوا فيها، شوفوا ذاك القطايف سورتو كيكونوا محمصين ومرحيين احيا يعني مكسرين هكا شويه، راح يعطوك منظر جميل بزاف. دونك كيما راكم تشوفوا هايليك قدامكم، انا عمرت بهم لي بواط تاع درت لهم سعر تاع 100000 وكاين تاع 120000. 100000 اللي فيهم نوع واحد تاع الشوكولا، 120000 اللي فيهم نوعين تاع الشوكولا مع واحد كاطو ساك. راكم حتلقاوهم في الفيسبوك تاعي هاني فوضيل، راح تتعرفوا على افكار واحد اخرين درتهم لكم في المحل باش تمشوا خدمتكم. دونك هاي لكم الكاطو تاعي، شوفوا كي تقسموه كيفاش تلقاوه هشيش مبسس، ما عندي ما نحكي لكم، تمشي الحبه دوبلك في الفم يعني، اكيد راح تفرحوا بها ويفرحوا لي كليون تاعكم وحتى العائله تاعك الا خدمتيها لدارك وضيافك هما وشان. الديكور يرجع لك كيما سبق وقلت لكم. دونك هادو ما شويه لي موديل واحد اخرين كيما عودتكم في اخر فيديو، توجور ندير لكم دي موديل تلقاوهم عندنا في المحل تاعنا حلويات ميليسا في الاربعة ولايه البليده. مرحبا بكم كامل في القناه تاعي، ومرحبا بكم في المحل تاعنا، نتشرف بالزياره تاعكم ونتشرف بالتعليقات تاعكم اللي تطلع المورال. صدقوني غير نفرح كي نشوف لي ميساج تاعكم هذوك مع لي كومونتير، يعني الحمد لله. نلتقي في فيديو اخر حبيبتي، ان شاء الله كنتو استفدتوا من الفيديو هذا، ما تنسيش تضغطي على جيم وتعليق حلو الله يطيب يا ماتك. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.